كمان من الحاجات اللافته للنظر ان طبعا زي ما قلت لكم تالق شيكابالا الفتره اللي فاتت كان يعني خلى كمان الجمهور يعمل لشيكابالا حاله خاصه في المباراه، وخلى شيكابالا يحتفل احتفال خاص في المباراه، وخلانا نشوف ماركه مسجله، ماركه شيكابالا وهدف شيكابالا اللي معروف اللي هو الار 2 كده بشماله ويحطها في البعيده، حتى لو الجون عارف واقف هتلاقيها برضه تدخل بمنتهى السلاسه، والجون بيتفرج عليها عادي جدا اكنه بيشاهدها في التلفزيون زينا بالظبط. الحقيقه من الحاجات المهمه ان شيكابالا حتى فتره من فترات لما كان بيتعرض لانتقادات وكلام كان دايما بقى له فتره مركز جدا، راجل اصبح ايقونه، راجل متصدر بالنسبه لفرقه الكوره وزمايله ان هو كابتن الفريق، وان هو لعيب تارجت بيبقى بالنسبه لهم ثقه وجوده، تحب تشوف الكرة في رجليه، بيرد في الملعب خلاص صفى دماغه عن اي حاجه ليها علاقه بان يتشتت، فدي نقطه حاجه من الحاجات الايجابيه واثرت على فرقه الكوره. كمان العلاقه اللي موجوده بينه وبين هو ضمم اللعيبه ولممهم، يعني انا بشوف اللعيبه زي زيزو او اوباما او مسلوثي او كل اللعيبه اللي هي شيكابالا لما يجيب جون شوف بيحتفلوا باحتفال خاص اكنه الكبير بتاع الفرقه، اللي هو كابتن الفرقه، اللي هو الاخ الكبير بتاعهم، اللي هو اكيد ده مبني على علاقه انسانيه ما بينهم. فدي الحقيقه حاجات انا يعني بناخد بالنا منها وبتبقى نقاط مهمه جدا، الاحتفال وطريقه الاحتفال وانك تبروز الاحتفال وتحطه كده في يعني بشكل مختلف يليق بأحد كباتن نادي الزمالك الكبار التاريخيين شيكابالا. فالحقيقة يعني أجبرنا كلنا إن احنا ننسى سن شيكابالا، محدش فاكر شيكابالا عنده كام سنة، كذا مباراة لدوره بدور مؤثر وأهداف مؤثرة وفي توقيت مؤثر، وقلت لكم ده قيمة اللعيب الكبير، قيمة اللعيب ساعة الزنقة تعرف تسند عليه، ساعة الزنقة زمايله يثقوا فيه، فدي الحقيقة من الحاجات اللي كانت إيجابية في مباراة سوار الغيني وتكملة للمرحلة الأخيرة بتاعت آخر أربع مباريات مع كابتن معتمد جمال. كمان لفت نظرنا اللعيبة الكبار، الحقيقة كان ليهم دور كبير جدا في لم الفرقة سريعا رغم كل الإخفاقات اللي حصلت في البداية وهزات اللي إحنا شفناها، يعني جبت محمد عبد الشافي لأن دخل والراجل بيشتغل أكنه كان رجليه في الملعب. دي نقطة برضو من الحاجات الحقيقة لازم نشيد بيها عبد الشافي ودور اللعيبة الكبار بشكل عام. عبد الشافي برضو أحد كباتن الفرقة هو وشيكابالا. دور شيكابالا اتكلمنا عليه، دور عبد الشافي في الملعب وتمركزاته ووعيه والمجهود اللي بيبذله، حاجات الحقيقه يعني انا شايف الحقيقه مهمه جدا كانه الراجل ما كانش مثلا مريح فتره طويله او جاي من بعيد، دي من النقاط المهمه. كمان لو ناخد بالنا زيزو، زيزو الحقيقه دلوقتي بقى مصنف خلاص واحد معشوقي جماهير نادي الزمالك، فزيزو بيبقى ليه تحيه خاصه اولا من الجماهير ودايما بيثبت لنا ان هو في الميعاد وما شاء الله ما بيشبعش اهدافه، من اللعيبه اللي عارفه كمنتاليتي او كعقليه يطور من نفسه ويخلق دوافع جديده دايما ليه كل مباراه، فبسم الله ما شاء الله تاتش وود او نمسك الخشب على احمد سيد زيزو، فكان من ليه ادوار مهمه الفتره اللي فاتت، احد النجوم المؤثرين اللي بيقدروا يصنعوا الفارق مع نادي الزمالك. اوباما اللي انا الحقيقه السنه دي بهنيه ومش عايز انزلق لنغمه هيرجع لمستواه وان هو كان وحش، لا اوباما طول عمره لعيب كبير ولعيب كويس، واللعيب الكبير عشان انت ابن النادي فتربيت في اجواء معينه وعارف الضغوط وعارف الخبرات وعارف تتمركز ازاي وتطلع نفسك شكلك كويس ازاي وانت بتلعب، فاوباما ده ينطبق عليه هذه المواصفات، تلعبه ديفندر يلعب، تلعبه تحت الفرود يلعب، هتلعبه فرود هيهدف، هتلعبه على الطرف هيعمل اسيست، ففي نقاط مهمه، فانا لازم ابروز دور اوباما الفتره اللي فاتت، وانا دايما كل حلقه مش هزهق ان اقول ان هو يستحق ان يكون في منتخب مصر لان مفيش حد في منتخب مصر في الفتره الحاليه بيلعب الدور بتاع يوسف اوباما. فكان بهنيهم طبعا الفتره اللي فاتت ان في احساس ان كل واحد عايز يشيل الفريق على كتافه، حاسس ان هو الدور المهم ما ينفعش ان هو يعني يكسل حبه، فتحيه كل التحيه للاعبين الكبار وكل طبعا اللاعبين بشكل عام.